مثلثات من الأروقة عناصر فريق الوداد. هنا تمرير البرسو الهداف مالكي بونا الهداف مالكي لم يضيع أول فرصة وبالله يمرر هنا الوليد وليد الكرتي وليد الكرتي تبع الكرة ومررها لمالك إيفونا إيفونا أمام شباك أمام شباك على بعد 4 أمتار فقط رشيد حسني مالك إيفونا سريع إيفونا إيفونا مالك إيفونا لفرحة الوداديين بلقب منتظر ومرتقب ببطولة هذا الموسم هذا اللقب 18 في تاريخ النادي 13 في تاريخه على مستوى البطولة هذا الوداد قريب ثانية ويسجل ثاني الأهداف لاحظوا عملية المرور أمام اللاعب جمال العبيدي وكذلك التسجيل في هناك لاعب سقط الأرض نزل ملعوبة الكرة كيف قد التوازن ديالو اليوم يومك يا إيفونا العرس عرسك يا إيفونا الهدف الذي سجل بطريقة جيدة لاحظوا لاحظوا ملك إيفونا لاحظوا هذا الفهد الجابوني عندما يسرع عندما ينطلق عندما يصمم عن تسجيل يسجل يخرج الوداد